طيب لو احنا بنتكلم في ديستنس، فالراجل مشى معانا، فضل ماشي من 10 ل 20 ل 30 ل 40 وراح راجع تاني ل 30. لو احنا بنتكلم في ديستنس، عدد الخطوات اللي رجليك كلتها ايا كان الطريق عامل ازاي. فانا مشيت على 10 20 30 ورحت راجع 10 تانيين ب 40، يبقى توتال ديستنس كام؟ 40 بالنسبه للراجل الاحمر. طب لو انا عايز الديسبيسمنت بالنسبه للراجل الاحمر، ديسبيسمنت للراجل الاحمر هي ايه؟ هي الاكس فاينل ماينس الاكس انيشيال. والله الراجل كان بادئ انيشيال منين؟ من هنا. والله الراجل انتهى فاينل فين؟ انتهى هنا. يبقى الديفرنس ما بينهم هو ده مين؟ الديسبيسمنت. معنى الكلام دوت ان الديفرنس ما بين الاثنين دول اللي هم 30 ناقص 10 اللي ادتني 20. لحد كده في مشاكل؟ عفوا أستاذ، ما قدرت أفوت قبل شوي، ممكن بس تشرح لي بسرعة شو آخر شيء أعطيتهم؟ آخر حاجة إحنا بنتكلم فيها الراجل الأحمر أهو بالنسبة للديستنس على الإكزامبل، إكزامبل للمسألة اللي كانت فوق دي. ماشي كده؟ نعم. فالراجل الأحمر ده ماشى من 10 20 30 40 وراح راجع من 40 راجع تاني ل 30. لو أنا بحسب ديستنس فبقول لحضرتك والله الراجل خد قطع برجله قد إيه؟ قطع برجله أدي 10 20 30 أهو، وصل ل 40 وراح راجع 10 كمان فبقت 40. تمام؟ تمام. حلو. لو أنا بتكلم على ديسبيسمنت اللي هي دلتا إكس، فالدلتا إكس بالنسبة لي هي الإكس فاينل ماينس الإكس إنيشال. هو الفاينل بوزيشن بتاعه فين؟ والله كان هنا عند ال 30. طب والانيشال كان فين؟ كان هنا. طب والدلتا لسه قبل ما الزوم يقفل كنا قايلين كلمه دلتا هي عباره عن الفاينل ماينس الانيشال. حضرتك لقيت دلتا في اي حكايه يبقى الفاينل ماينس الانيشال. دلتا اكس يبقى الاكس فاينل ماينس الاكس انيشال. دلتا في يعني فيلوستي فاينل ماينس الفيلوستي انيشال. معايا كده؟ حلو. فالراجل وصل لحد هنا وعرفنا قصه الديسبيسمنت هي الدلتا اكس يعني الفاينل ماينس الانيشال اللي ادتني 20. طب تعالوا نلعب على الراجل الاخضر بقى، ايه اللي حصل من الراجل الاخضر؟ الراجل الاخضر ابتدى الكلام معانا بسم الله الرحمن الرحيم من اول كام؟ من اول 10 اهو، كان بادئ من 10 فضل يمشي 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 لحد ما وصل ل 40. حلو. وبعد كده راح راجع تاني من 40 لمين؟ لنيجاتيف 10. لو انا عايز احسب الديستنس فانا هقول لحضرتك والله هو مشى من هنا لهنا، ادي 10 وادي 20 وادي 30. حلو كده؟ ورجع لحد هنا 40 وادي 50 وادي 60 وادي 70 وادي 80، يبقى التوتال ديستنس بتاعته 80. الناس فاهمه النقطه دي؟ لا، ممكن تعيد هذه اخر واحده؟ الراجل الاخضر واقف فين؟ واقف هنا اهو عند 10. بدا يمشي، مشى ادي اول 10، مشى ادي ثاني 10، مشى ادي ثالث 10. معايا كده لحد هنا؟ الدكتوره اللي سالت معايا؟ تمام. حلو. وقف هنا، راح رجع تاني، رجع كام؟ 10. وراح راجع كده كمان 10، وراح راجع كده كمان 10. هو فضل يرجع، ها؟ رجع كده كمان 10، وراح راجع هنا لحد هنا وراح واقف 10. ممكن تعدي لي العشرات اللي موجوده دي كلها؟ تمام. فأصبح عندك 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 في 10 ب 80، يبقى التوتال ديستنس اللي الراجل ده مشاها هي 80. في حين التوتال ديسبيسمنت بقى او الديسبيسمنت اللي موجود، والله انا اعرف ان الديسبيسمنت هو دلتا، دلتا اكس. طب والله انيشال كان كام؟ انيشال كان 10. طب فاينل كان كام؟ فاينل كان سالب 10 اهو. يبقى معنى كده الفاينل ماينس الانيشال يعني سالب 10 ها ناقص 10. مش هو الرول هنا اهو دلتا اكس بيساوي
final minus initial. The final became the final position سالب 10. طب والinitial position positive 10. يبقى سالب 10. سالب 10 اللي تديني كام لمؤاخذة؟ تديني negative 20. الناس فاهمة ولا عيد؟ واضح استاذ. كلام على الكل؟ الناس فاهمة تمام؟ ايه تمام. حلو قوي. طيب نكمل. جيت دخلت هنا بقى في حاجة اسمها الافرج سبيد والافرج فيلوسيتي. حلو كده؟ قصة التعريفات ديت يا دكاترة أنا مش عايزكم تشغلوا بالكم بيها. تمام كده؟ التعريفات هعرف أحلها إزاي في قصة الإيه؟ المسائل. بس التعريف هناخده عشان وانت مع نفسك بتذاكر تبقى عارف انت شغال على ايه. اول حاجه لو اتكلمت على حاجه اسمها الافرج سبيد فبقول لك از هاو كويك اور سلو ا باس از تيكن. يعني ايه؟ يعني المسار دوت يخلص بسرعه او ببطء فقد ايه؟ باي ذا واي اتس ا سبيد، والسبيد انا لسه واخدها فوق ان هي سكيلر كوانتيتي، يعني الدايركشن مش مهم بالنسبه لي. It can never be negative. Its unit is meter per second in SI units. تمام؟ خلي بالكم من شغلة اليونتس اللي أنا هتعرض لها دلوقتي مع المسائل. ما جبت لي السيرة عن يونتس وسكتت يبقى أنا هشتغل SI units اللي اللينس بتاعه كان بالمتر، اللي الماس بتاعه كان بالكيلو جرام، اللي التايم بتاعه كان بالسكند، اللي الفيلوسيتي بتاعته او السبيد كانت بالمتر بير سكند، اللي الاكسلريشن بتاعته كانت بالمتر بير سكند سكوير. ويا ريت الناس تكون ذاكرت المره اللي فاتت. فاصبح دلوقتي لو انت بتساليني او انت بتسالني على افريج سبيد فانا متاكد مليون في الميه ان السبيد اللي انا هطلعها دي رقم وهيبقى بوزيتيف مش نيجاتيف. تمام؟ حلو. لو اتكلمت على الفي افريج فبقول لحضرتك هو عباره عن التوتال ديستنس تيكن اوفر تايم انترفل. ايه التوتال ديستنس تيكن بقى ديت؟ المسافه اللي حضرتك قطعتيها. الديستنس مش الديسبليسمنت. انا بتكلم مع سبيد مش بتكلم مع فيلوسيتي. الديستنس اللي حضرتك قطعتيها اوفر التايم اللي حضرتك خدتيه عشان تقطعي المسافه دي. حلو. في مشاكل بالنسبة للأفرج سبيد؟ لا تمام. تمام. نخش في الأفرج فيلوسيتي. الأفرج فيلوسيتي is how quick or slow برضو the position change. خلي بالك بقى من قصة position. احنا لما كنا بنتكلم الراجل ده كان بيقول لنا كلمة position يعني إكسات. يعني الديسبليسمنت كانت دلتا اكس، والدلتا اكس كانت اكس فاينل ماينس اكس انيشيال. كان في انيشيال بوزيشن وكان في فاينل بوزيشن. It is a vector quantity اكيد عشان هي اسمها فيلوسيتي. يعني ممكن دي طالما من كلمه فيكتور تطلع لي بوزيتيف او تطلع لي نيجاتيف، ما تقلقش منها. تمام؟ حلو. It's a vector quantity. الاس اي يونت بتاعتها متر بير سكند. ات كان بي نيجاتيف اور بوزيتيف زي ما احنا قلنا من كلمه فيكتور. ذا ساين شو اتس دايركشن. يعني معنى كده لو احنا قلنا والله ده انا عندي افريج فيلوسيتي وبتساوي على الاكس اكسس وبتساوي نيجاتيف 5 متر بير سكند، هل دي معناها ان الاوبجكت بيسلو داون بيبطئ؟ ممكن لا، بس الماينس shows the direction. So the direction must be in the negative x axis. مش معناها ان هو بيبطئ، ده في ماجنتيود اهو موجود ان هو بيمشي 5 متر بير سكند. معايا؟ بس الدايركشن ده معناها ايه؟ ان والله ده الفيلوسيتي الدايركشن بتاعها في النيجاتيف x axis. الناس معايا؟ ايه معاك. حلو قوي. طيب الفي افريج او الافريج فيلوسيتي هي عباره عن الديسبليسمنت دلتا اكس اوفر الدلتا تايم. ايه الدلتا تايم؟ تي 2 ماينس تي 1 او تي فاينل ماينس تي انيشال، مش هتفرق معايا. حلو.
If an object is moving on a straight line, يعني على x-axis أو على y-axis, the magnitude of the average velocity is equals to the speed. لو هو ماشي على direction كده على one straight line, الماجنتيود بتاع الافرج فيلوسيتي is equals to the speed. ليه؟ اصل هنا في الافرج فيلوسيتي كان displacement, والديسبيسمنت هو المسافه ما بين الانيشال وما بين الفاينل. فبيقول لحضرتك لو انت ماشي كده, يعني ماشي ستريت من الاخر من الانيشال للفاينل, ده هيساوي ده. طب لو انت مش ماشي ستريت زي ما كنت ماشي من الكلية من شوية وقعدت تلف وتطلع وتروح وتيجي, لا يا حبيبي ده مش ايكوالز لده. الناس معايا؟ استاذ ما فهمت. النقطة الأخيرة بيقول لحضرتك إيه؟ أنا دلوقتي خدت حاجتين, خدت حاجة اسمها الأفريج سبيد وخدت حاجة اسمها الأفريج فيلوسيتي. والله الأفريج سبيد التوتال ديستانس, صح كده؟ الافرج فيلوسيتي الديسبيسمنت. حلو, التوتال ديستنس لو تفتكر حضرتك ان انت كنت في البيت اللي هو بالنسبه لي واحد, ورايحه الكليه اللي هو اتنين, صح كده؟ لو انت رايحه دايركت للكليه المسافه دي الديستنس بتساوي قد ايه؟ الديستنس بتساوي المسافه دي اللي هي دي, وهي هي لو انت رايحه دايركت للكليه الدلتا اكس بتساوي المسافه دي. فاصبحت الدلتا اكس بتساوي الديستنس, اصبحت السبيد بتساوي الفيلوسيتي. ده قصده في الكلمه دي. انما لو حضرتك لفيتي زي ما احنا كنا في الاكزامبل اللي فوق, وكنت رايحه من البيت اهو وطالعه ومشيتي وطلعتي تاني ومشيتي ورجعتي تاني على الكليه, اصبحت الديستنس دي not equals للدلتا اكس. طالما الديستنس مش ايكوال للدلتا اكس يبقى ده مش هيبقى ايكوالز لده. مفهوم الكلام؟ طيب و تايم انترفال ايش هتفرق؟ لو قلنا هو هو مش هتفرق معايا, انا عندي تايم البيجيننج وتايم, ما انت لو مشيتي من هنا لهنا ان ستريت هي هيها نفس التايم, هتاخدي تايم 2 ماينس تايم 1, هي هيها مش هتفرق معايا في اي حاجه. الكلام واضح؟ طيب بس كمان سؤال, السمبل تبع الاثنين نفس الشيء, انا كيف ممكن افرق؟ تبع مين؟ اللي هي في افريج وتحت برضه في في افريج, سوري في متجه فوق متبدل له, عفوا. عباره عن مطلوب وهو في المساله ممكن يجي يقول لي انا عايز الافريج سبيد, يا هيقول لي انا عايز الافريج فيلوسيتي. معايا حضرتك كده؟ نعم استاذ, شكرا. جميل, تأمريني. لا ده انا عايز اسئله, انا عايز اسئله في اللي جاي. حلو, نخش قدام شويه. بص بقى يا سيدي, والله الراجل دوت, الراجل الاحمر دوت شايفينه, الراجل ده كان واقف هنا عند اكس نود اللي هي اكس انيشال عند البدايه. حلو كده, عند البدايه. ثانيه واحده, الراجل ده واقف لي عند البدايه وهيبدا يمشي. والله الراجل مشى اول ديسبيسمنت من البدايه لحد نقطه واحد اللي هي دي حضراتكم شايفينها. والله الراجل ده كان بادئ عند تايم انيشال, ماشي كده, فضل ماشي طبعا التايم شغال معاه لحد ما وصل عند تايم واحد, واستأنف سيدنا اللي فوق دوت مشيته لحد ما وصل لبوزيشن اتنين, واستأنف اكتر واكتر لحد ما وصل لبوزيشن تلاتة, وبعد كده راح لافف ورجع لي تاني عند بوزيشن اتنين, وبعد كده راح لافف وجاي لي لحد هنا عند بوزيشن اربعة, وبعد كده راح جاي لي عند بوزيشن خمسة. حلو كده, جيت قلت لحضرتك ان الافرج فيلوسيتي هي هياها الرمز ده, الرمز في. طب لو انا عايز الافرج فيلوسيتي من تايم واحد لتايم اتنين, فحضرتك بتعمل ايه؟ بتقول لي والله من واحد لاتنين ادي نقطه واحد وادي نقطه اتنين,
حضرتك عايز الافرج فيلوسيتي بتاعته من واحد لاثنين، عناية لاثنين، ما انا عندي الاكس بتاع اثنين وعندي الاكس بتاع واحد، فهعمل اكس اثنين ناقص اكس واحد. لحد كده في مشاكل؟ اوكي، بس اول واحدة شنو كانت؟ دي؟ ايه دي انا بقول لك ان الافرج فيلوسيتي ده الرمز بتاعها. اه تمام. تمام كده؟ حلو. يبقى أول استبان واخدها من نقطة واحد لنقطة اتنين. حلو الكلام. عندي إكس واحد وعندي إكس اتنين، وعندي تايم واحد وعندي تايم اتنين. حلو كده؟ فأنت عايز إيه؟ أنا عايز الأفرج من واحد لاتنين، الأفرج فيلوسيتي. الأفرج فيلوسيتي من واحد واتنين يبقى اكس 2 ماينس اكس 1 اوفر تايم 2 ماينس تايم 1. لحد كده في مشاكل؟ لا تمام. اكيد هنا لو التايم كان مثلا 2 سكند هنا هيبقى ازيد ولا اقل التايم؟ هنا ينفع يبقى هنا اكيد هيبقى 5 تقريبا فور اكزامبل، يعني مش هيرجع التايم لورا. تمام. واكيد هنا انا كنت واقف مثلا عند اكس ب 2، اكيد هنا وصلت مثلا لاكس ب 6. في غلط الكلام؟ لا. فاصبح دلوقتي لما حضرتك تعملي 6 ماينس 2، 6 ماينس 2 هتطلع لك كام؟ هتطلع لك 4. ولما تعملي 5 ماينس 2 هتطلع لك كام؟ هتطلع لك 3. معنى كده ان الاماونت دي بوزيتيف. في مشاكل؟ لا مفيش. حلو. تعالي بقى ناخد من 3 ل 4. لو انا عايز الافرج سبيد، الافرج فيلوسيتي سوري، لو انا عايز من 3 ل 4، من 3 ل 4 يعني 3 البدايه بتاعتي و4 النهايه بتاعتي. بصي هنا لو قلت لك الاكس 4 هي ما بين 2 وما بين 6، يعني لو قلنا مثلا هتبقى 4، والاكس 3 هتبقى مثلا ب 8. تمام. حلو. والتايم هنا بكام؟ التايم هنا اكيد بيزيد، فالتايم هنا بقى نقول 8 زيهم سكندز. وكده كده التايم الراجل لف، فالتايم عمال يزيد بتاعه، التايم ما بيرجعش. فأصبح التايم هنا في الحتة دي نقول 12. لو جينا نقول أنا عايز الفي ما بين 3 وما بين 4، بدايتي كانت 3 نهايتي 4. لو جيت قلت اكس 4 ماينس اكس 3، فالقانون هيبقى كده اكس 4 ماينس اكس 3 اوفر تايم 4 ماينس تايم 3، يعني بتساوي اكس 4 احنا دلوقتي معوضين عنها بكام؟ ب 4 ماينس اكس 3 كانت بكام؟ كانت ب 8 اوفر التايم، التايم 4 كان بكام؟ كان ب 12. طب وتايم 3 كان بكام؟ كان ب 8. والله 4 ماينس 8 هتديني ماينس 4، و12 ماينس 8 هتديني 4، سالب 4 على 4 هتديني نيجاتيف 1، والفاليو هنا نيجاتيف. الفاليو هنا نيجاتيف ليه؟ اصل الاوبجكت ماشي في النيجاتيف دايركشن. الناس فاهمه انا بقول ايه؟ ايه فاهمين. انا فاهم. كله فاهم يا جماعه لو سمحتم؟ استاذ واضح. تمام. حلو قوي. طيب لو جيت قلت لحضرتك بقى انا عايز الفرق ما بين، شوفي بوزيشن 5 ادي ده بوزيشن 5 هنعمله بلون تاني اهو، ده بوزيشن 5 وده بوزيشن 1. هو بيقول لك عايز الفرق ما بين بوزيشن 5 وبوزيشن 1. لو حضرتك بتتكلمي على فيلوسيتي، فاصبح دلوقتي نقطه 5 هي هيها نقطه 1، نقطه 0 سوري، نقطة نودة اهي معايا. فأصبح الفاليو ده بيساوي الفاليو ده، مع إن التايم ده مش هو التايم ده،
ده بعد ما كمل كده والله تقريبا خدت لي كمان بتاع 15 دقيقة كمان، وصلت كده ل 15 دقيقة او 15 ثانية. حلو كده؟ فاصبح لو حضرتك جيت تعوضي ده هنا انا وصلت لنفس البوزيشن. الناس معايا؟ فلو عملتي ده ماينس ده هيديك زيرو، طب وده ماينس ده هيديك فاليو، واي حاجة اوفر زيرو تديني زيرو. استاذ ممكن تعيد هذه اخر واحدة؟ حاضر. بص يا ست الكل، انا ابتديت من هنا، يعني فلنفترض ان انا ابتديت المشي من 3 ماشي كده، فضلت ماشي لحد 8 ورحت راجع من 8 ل 3 ماشي كده. ده الاكس انيشال، ده الاكس فاينل. التايم هنا فلنفترض ان التايم هنا كان ب2 سكند، بس بعد ما رحت ولفيت ماشي التايم هنا بقى ب10 سكند. لو قلت لحضرتك انا دلوقتي حالا عايز ايه؟ عايز الافرج، افرج فيلوسيتي. فهتقولي لي والله ده الافرج فيلوسيتي انا عارفاه ما بين مين ومين؟ ما بين الانيشال والفاينل. اهم هتقولي لي والله ده الفاينل ماينس الانيشال. طب الفاينل بكام؟ والله الفاينل ب3. طب الانيشال بوزيشن بكام؟ طب الانيشال بوزيشن ب3 اوفر. التايم الفاينل بكام؟ التايم الفاينل ب10. طب التايم الانيشال بكام؟ التايم الانيشال ب2. معنى الكلام ده ان انا عندي 3 ماينس 3 اللي هي ب0، اوفر 10 ماينس 2 اللي هي بكام؟ ب8. سو 0 اوفر 8 اللي هتديني 0. من هنا الفيلوسيتي هتبقى ب0. لحد كده الكلام مفهوم؟ مستر يعني نرجع النقطة اللي بديت بها دي ما صفر صح؟ velocity صفر وdisplacement صفر. تمام. في مشاكل؟ بس ما فهمت ليش طلع معانا بالنهاية صفر. مين اللي بيسأل؟ بتقول ايه؟ معلش السؤال تاني. ليه طلع معانا الناتج بالنهاية صفر؟ هقول لحضرتك على حاجة، ثانية واحدة. حضرتك كنت هنا اهو في البيت بتاعك ورحتي للكلية صح كده؟ ماشي؟ تمام. رحتي للكلية ورحتي لفة من عند الكلية وراجع للبيت بتاعك ماشي؟ انت مشيتي كده 10 متر ومشيتي 10 متر كمان، انت مشيتي ديستنس قد ايه؟ عشرين متر صح الكلام. يبقى الديستنس اللي حضرتك مشيتيها هي 20 متر. طب مشيتي ديسبليسمنت قد ايه؟ اللي هي 10 ناقص 10. انت اللي قلت اهو مش انا، 10 ناقص 10. اصل انت مشيتي 10 يمين وبعدين رجعتي مع 10 شمال عشان تخشي للفاينل اهو صح كده؟ يبقى معنى كده الديسبليسمنت بكام؟ صفر. بالصفر. ولو عوضتي بالديسبليسمنت هنا هيديك الفيلوسيتي نفسها بكام كافرج؟ بصفر. لا بس قصدي انا انه طلع معانا صفر اوفر 8، كيف طلع بالنهايه بعدين صفر؟ ال 8 يعني وين راحت؟ اعملي، مش معاكي كالكوليتر دلوقتي؟ اعملي صفر على 8. طلع صفر؟ اعملي صفر على 8 شوفي هيديكي كام. لو معاكي كالكوليتر دلوقتي اعملي صفر على 8 بصي شوفي هيديكي كام. تمام الكلام يا جماعة؟ ايه كله معايا؟ كله معايا؟ حلو جميل الكلام. طيب بص يا شباب كده، ده الرول بتاع الفي افرج بتاعتي. عرفت ان الفي افرج هي الاكس فاينل ماينس الاكس انيشال اوفر التايم فاينل ماينس التايم انيشال. عرفت الرول بتاع السبيد، والسبيد هو عباره عن التوتال ديستانس مش الديسبليسمنت، اوفر التايم يعني ديستانس اوفر التايم. تمام كده. بص هنا الاكزامبل دوت، قلت لحضرتك انا مشيت من عند نقطه ايه، فضلت الف 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 المساله دي كلها لحد ما وصلت لنفس النقطه ايه، بس سميت البوزيشن بي. المسافة اللي أنا مشيتها دي كلها كانت ب 600 متر، أنا خدت في المسافة دي كلها بالصلاة على النبي كده 50 سكند كتايم.
لو عايز الديستنس، لو عايز السبيد اللي حضرتك مشيتها، فالسبيد هي عبارة عن الديستنس اوفر التايم. فالديستنس التوتال اللي حضرتك مشيتها كلها برجلك كانت كام؟ كانت 600. طب والتايم اللي خدته في الليلة دي كلها كانت كام؟ كانت 50. 600 على 50 اللي ده 12 متر بير سكند. في حين ان انا لو طلبت الافريج افريج فيلوسيتي، افريج فيلوسيتي يعني انا عندي ديسبيسمنت دلوقتي. ديسبيسمنت يعني ايه؟ ديسبيسمنت يعني الفرق ما بين البدايه والنهايه. طب اذا كان البدايه هي النهايه يبقى معنى كده ان التوتال سبيد هنا موجوده، التوتال فيلوسيتي اللي موجوده هي تديني زيرو. في مشاكل كده؟ واضح استاذ، بس عندي سؤال. نعم. انه displacement لازم تكون بستريت لاين ولا ممكن تكون بهذا الطريقه، هاي الرسمه يعني الاي بي؟ لا يا فندم، احنا مستقرين ان displacement هي عباره عن الديستنس ما بين نقطه البدايه ونقطه البدايه، نقطه النهايه ونقطه البدايه في ستريت لاين. ملناش دعوه بقى بالناس اللي بتلف. أيوة يعني إذا كانت بهاي الطريقة ما هي displacement، هذه distance. هذه distance، لو بالطريقة دي distance وش. إنما نقطة تمام. بداية عند حضرتك، نقطة نهاية عند حضرتك، أنا كده بتكلم في مين؟ أنا بتكلم في displacement، بتكلم في دلتا إكس. واضح الكلام؟ واضح أستاذ. حلو. المرة اللي فاتت دخلنا في حاجة اسمها الاكسلريشن، واتكلمنا عن الاكسلريشن وقلنا ان الاكسلريشن كانت زمان واحنا صغيرين اسمها velocity over time. تمام كده؟ velocity over time، التغير اللي بيحصل في مين؟ في الفيلوسيتي. حلو؟ ده الكلام ده امبارح، المرة اللي فاتت واحنا صغيرين. احنا دلوقتي كبرنا، دلوقتي بقى عندي حاجة اسمها الاكسلريشن. والاكسلريشن كتعريف لازم حضرتك تكون عارفه كويس قوي. ايه هو؟ The change rate. تسمع كلمة rate في أي حاجة في منهج الفيزيكس حضرتك تقول لي ده حاجة over time، حاجة over time. كلمة rate تسمعها في أي حتة في منهج الفيزيكس تقول لي ده حاجة over time طالما جبت لي كلمة rate. يبقى ده the change. change يعني إيه؟ يعني دلتا، لو نفتكر، of velocity with respect to time. يعني ايه؟ يعني velocity على التايم. ومع العلم ان الاكسلريشن ديت هي فيكتور كوانتيتي، يعني بتعتمد على الدايركشن، ليها دايركشن وليها ماجنيتيود. وجاي بيكمل لك اهو بيقول لك it's a vector quantity and its unit is meter per second square. الوحده بتاعتها متر بير سكند سكوير في الاس اي، الشغل بتاع المره اللي فاتت. It can be positive or negative. طبعا ما هي تعتبر ايه؟ vector، فممكن تبقى positive وممكن تبقى negative. The sign shows its direction. والساين بتقول لي الدايركشن بتاع الاكسلريشن دوت رايح فين. يبقى انا يا جماعه ابتديتها اولا بحاجه اسمها دلتا اكس، وقلت لحضرتك ان الدلتا اكس هي الاكس فاينل ماينس الاكس انيشيال، يعني البوزيشن الانيشيال الفاينل ماينس البوزيشن الانيشال. بعد كده اتكلمت مع حضرتك على حاجه اسمها ايه؟ اسمها الفيلوسيتي، الفي افريج، وقلت لحضرتك ان الفيلوسيتي الافريج هي عباره عن الدلتا اكس اوفر الدلتا تايم. يعني ايه؟ يعني الاكس فاينل ماينس الاكس انيشال اوفر التايم فاينل ماينس التايم انيشال. دلوقتي انا بعرف حضرتك على حاجه اسمها الاكسلريشن افريج، الافريج اكسلريشن، وهي الدلتا في اوفر الدلتا تايم. معنى الكلام ده ايه؟ ان ال V final minus ال V initial over ال time final minus ال time initial. كلام واضح؟ استاذ هل انا واحدة منهم كانت لازم بس تكون ما بتصير تكون نيجاتيف؟ ما بتصير تكون نيجاتيف. كل واحدة في دول ممكن تبقى بوستيف وممكن تبقى نيجاتيف. الحاجتين الوحيدين اللي ممكن يبقوا، اللي لازم يبقوا بوستيف، الديستنس، لو قلتها لك صريحه كده، الديستنس المسافه اللي هي اصلا سكيلر كوانتيتي، والحاجه الثانيه السبيد اللي ما بتعتمدش على، وهي برضو سكيلر كوانتيتي. ماشي كده؟
إنما الرجالة دي كلها ممكن تطلع بوستف وممكن تطلع نيجاتيف، مش هتفرق معايا خالص، سواء بوستف سواء نيجاتيف، هي بتدل على الدايركشن بتاعها موجود فين. لحد كده الكلام واضح؟ نشد حيلنا شوية. طيب بقول لحضرتك when an object is moving with constant velocity. الله، يعني ايه constant velocity يا جماعة؟ يعني سرعة ثابتة. يعني حضرتك راكبة العربية ومعلقة رجلك على دواسة البنزين بحيث ان سرعتي 100 كيلومتر بير اور، لا بتزيد ولا بتقل. حضرتك راكبة العربية معلقة لي سرعة العربية على 100 كيلومتر بير اور، لا بزيد واحد ولا بقل واحد، هي السرعة كام؟ 100 كيلومتر بير اور او 100 متر بير سكند. ماشي كده؟ هل كده في تغيير بيحصل في السرعة يا جماعة؟ بعد اذنكم افتحوا المايكات وردوا عليا. لا مفيش تغيير. مفيش تغيير، مفيش تغيير في السرعة، السرعة ما بتتغيرش. وده ضد مبدأ الاكسلريشن اللي انا لسه بقول لك الاكسلريشن هو عبارة عن اللي تشينج ريت اوف فيلوسيتي. معنى كده ان في حالة ان السرعة كونستنت يبقى الاكسلريشن بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. في غلط الكلام؟ لان بمنتهى البساطة الفي فاينل هتساوي الفي انيشال. خلاص الاثنين بيساووا بعض، يعني ده ماينس ده بيساوي زيرو. الكلام واضح؟ ايه واضح. تمام. حلو قوي. ناس تركز قوي هنا بعد اذنكم. Don't confuse، يعني ما تتلخبطش. As negative acceleration means reducing speed. خلي بال حضرتك ان النيجاتيف اكسلريشن معناها ان السرعه بتقل، والمعنى ده احنا بنسميه ديسيلريشن عكس اكسلريشن. بمعنى والله انا كنت سايق عربيتي سايقها على سرعه 100 كيلومتر بير اور، وفجاه قررت ان انا اقلل سرعتي ل 60 كيلومتر بير اور، فبدات ادوس فرامل. وانا بدوس فرامل ايه اللي بيحصل للسرعه؟ عدد السرعه بيقل معايا، والله كان عند 100 بدا يقل 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 لحد ما وصل ل 60. الحاله دي انا بسميها ديسيليريشن، ومعنى كده ان الاكسلريشن هتطلع معايا بالايه؟ بالنيجاتيف. As mentioned before for vectors the sign do not show any increase or decrease, they represent the direction only. ما عدا فين؟ ما عدا في قصه الاكسلريشن. يا جماعة قصة الاكسلريشن لما بتحصل، تمام، لو الاكسلريشن نيجاتيف قبل، يعني بقول لك مثلا الاكسلريشن بتاعتي بنيجاتيف 5 متر بير سكند سكوير، دي معناها ان العربية بتبطأ. طب الاكسلريشن بوزيتيف 5 متر بير سكند سكوير، لا ده العربية بتسرع. الناس معايا؟ ايه. حلو. Keep in mind that writing the vector parameters in unit vector notation is a must to obtain the correct answer. يعني بيقول لحضرتك لازم تكتب لي اليونت فيكتور في اتجاهه مظبوط عشان اقدر اطلع الكوركت انسر للمساله. تمام، وكل ده هنشوفه دلوقتي. جيت اتكلمت حضرتك قلت لك والله ده دوت اتجاه البوزيتيف اكس دايركشن بتاعي. لو الفيلوسيتي اتجاهها كده، الناس شايفه؟ والاكسلريشن اللي اتجاه بتاعها كده، معنى كده ان الاكسلريشن الاتجاه بتاعها مع اتجاه الفيلوسيتي، يبقى معنى كده في سرعه بتزيد، يبقى سبيد اب ان اكس دايركشن. طب لو الفيلوسيتي الاتجاه بتاعها كده بس الاكسلريشن الاتجاه بتاعها كده عكس الفيلوسيتي، يبقى معنى كده انا بعمل سلوينج داون، يعني السرعه بتقل بتاعتي، وبرضه انا ماشي في البوزيتيف دايركشن. مستر مش هما الاكسلريشن والسرعه دي ما في نفس الاتجاه؟ مش لازم. خلي بالي. بص مبدا كده، مبدا كده نتفق عليه انا وانتي، سرعه واكسلريشن في عكس اتجاه يبقى العربيه بتقلل سرعتها، سرعه واكسلريشن في نفس الاتجاه يبقى العربيه بتزود سرعتها. الناس فاهمه؟ تمام. كل الناس فاهمة؟ أهي سرعة جاية كده وأكسلريشن جاية كده، عكس بعض.
يبقى سلو داون، في سلو داون بس الدايركشن فين بقى يا باشا؟ في النيجاتيف اكس دايركشن. باخد الدايركشن بتاع الفيلوسيتي، باخد الدايركشن بتاع الفيلوسيتي، باخد الدايركشن بتاع الفيلوسيتي. بص هنا الفيلوسيتي ماشيه كده والاكسلريشن ماشيه معاها كده، سبيدنج اب ان ذا اكس دايركشن، انت نيجاتيف اكس دايركشن، الاثنين مع بعض في نفس الاتجاه، بس في معنى الاثنين مع بعض يا سبيدنج اب، الاثنين عكس بعض يبقى سلوينج داون. طب مين بقى اللي بيحدد لي هما في انهي اتجاه؟ اتجاه الفي. الناس معايا؟